السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. معكم حنان من قناة شاهد، قناة خاصة بالأمومة والطفولة. والفيديو اليوم غادي يكون إن شاء الله خفيف ظريف، ولكن فيه واحد الفائدة كبيرة، لأن هذه الوصفة هذه هي واحد الوصفة مفيدة جدا. هي ماشي وصفة، إنما وجبة ممكن نقدموها كفطور، ممكن نقدموها بين الوجبات مثلا، ممكن نقدموها كذلك في الفترات اللي كيكونوا الأطفال فاقدين فيها الشهية بحال فترات التسنين. وجبة رائعة جدا، نقدروا نقدموها على شكل عصير، نخفوها مزيان حتى ترجع لي عصير، او نقدموها على شكل كومبوت بحال اللي غادي نقدمها انا في هذا الفيديو. اذا بالنسبه للمكونات، كيف ما كتشوفوا عندي الافوكا والبنان، غادي نضيف جوج معلقات ديال الشوفان. بالنسبه للافوكا، من اكثر الفواكه اللي خصنا ندخلوها في سن مبكره، فيها اول حاجه حيت ما فيهاش واحد النسبه ديال السكريات، تقريبا فيهاش سكريات نهائيا، بالتالي ما كيولفليش ولدي الحلاوه، ممتازه جدا، فيها عناصر كتقوي التركيز والذكاء، غنيه بالاوميغا 3، فيها الفيتامين او. ضفت جوج معلقات ديال الزبيب، وقبل من الزبيب ضفت جوج معلقات ديال الوصفه اللي كنت حضرتها معكم لفتح الشهيه وزياده الوزن، فيها اللوز والقرقاع والزنجلان وشويه ديال الحلبه. غادي نخلي لكم الرابط ديالها، اول رابط في صندوق الوصف. ضفت واحد ثلاثه ديال التمرات. وجبة تقوي التركيز والذكاء، تقوي الانتباه عند الطفل، فيها عناصر كتغذي الدماغ ديال الطفل بشكل كبير، فيها عناصر كتفتح الشهية، كتزيد في الوزن، غنية يعني القيمة الغذائية ديالها كبيرة بزاف. شخصيا ملي كتاخد بنتي هاد الوجبة هادي في الصباح ديالها، كنكون عارفها غدوز نهار بخير والشهية ديالها غتكون مزيانة. ضفت واحد الياغورت، تقدروا تضيفوا اي نوع، انا عملت هذا. وغادي نضيف كذلك شويه ديال الحليب. انا هنايا كيف قلت لكم ما بغيتش الوجبه ديالي تجيني خفيفه بزاف، لكن الا بغيتو تخفوها حسب السن ديال الرضيع، حسب القوام اللي كياخذ به الطعام ديالو، كتضيفوا حليب اكثر. الطفل اقل من سنه كنضيفوا حليب صيدليه او حليب الام، والطفل اللي اكثر من سنه كتضيف الحليب العادي، اي حليب عندك. وهي الوجبه ديالي من بعد ما طحنت المكونات. كيف كتشوفوا كيجي القوام ديالها كريمي، وكيف قلت سابقا كتحكم في القوام اللي بغيتي حسب السن ديال الطفل ديالك. ما تنساش دعموا الفيديو بلا جيم باش توصلوه لغيركم من الامهات، تنضموا لنا الى كنتوا جدادين على القناه. حاجة مهمة كذلك هي تزوروا صندوق الوصف، تعملوا واحد الليلة واحد دويرة في القناة، خاصة إلا كنتو جدادين علينا، غادي تلقاو بزاف ديال الفيديوهات التربوية، بزاف ديال الفيديوهات ديال الروتينات الغذائية، فطور غداء عشاء، والكثير من الوصفات اللي غادي تستافدوا منها إن شاء الله. نشوفكم في الفيديو المقبل، والسلام عليكم.